يعني قليل تدري اليوم سبت بس يعني مقتصر على كبار السن وبعض الشباب اللي عندهم يعني مشاغل ولا دوامات واعتقد ان راح تكون فتره الذروه الحضور الاخوان الناخبين بعد صلاه العصر اعتقد راح يشتد وتزيد كميه حضور الناخبين واحنا يعني ناشد اخواننا الناخبين ان يشاركون شاركونا في العرس العرس الديمقراطي ويدلون لهم واصواتهم والكويت تستاهل فاتمنى من اخواننا الناخبين ان يتجهون لمواقع الاقتراع يدلون صوتهم لان صوتهم هو اللي راح يوصل ان شاء الله الانسب والافضل لمجلس بالعكس هذه الكويت دائما يعني الكويت دائما سباقه في الامور هذه يعني خاصه بانتخابات مجلس الامه كلنا اخوان وكلنا نازلين لخدمه دولتنا الحبيبه الكويت. فاعتقد يعني اي واحد يعني اذا حالف الحظ إن شاء الله وفاز في المقعد اي سواء الدائره الثانيه ولا الثالثه طبعا راح نمد يد العون له وراح نآزره وراح حتى الافكار اللي طرحناها في برنا... برامجنا الانتخابيه راح نوصلها له وان شاء الله هو راح يكون صوتنا ان شاء الله يمثلنا في مجلس الامه ان شاء الله.